ومجلس النواب بيرفع جلساته ل 21 اكتوبر بعد اعتماد نتائج انتخابات اللجان. وتفاصيل هذا الخبر بتقول رفعه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعدما تم إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية اللي أجريت امبارح الأربعاء، وأعلن انعقاد الجلسة القادمة يوم الحد اللي جاي، لا عفوا مش الحد اللي جاي، الحد اللي هو هيكون 21 أكتوبر الجاري. وشهد مجلس النواب امبارح الاربعاء الحقيقه اجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعيه بالمجالس وعددها 25 لجنه على مقاعد الرئيس والوكيلين وامين السر، واعتمد المجلس نتائج الانتخابات كلها. وكان مجلس النواب افتتح الدوره البرلمانيه الجديده يوم الثلاثاء اللي فات بعقد الجلسه الافتتاحيه لدور الانعقاد الرابع. طيب